قاتل. ماذا يفعل أفراد أوسيرام هنا؟ فلنأخذ خردتها قبل روبوتات الاستغلال. يتجه صوبهم بريسلباك. رآني. تحول إلى خردة هو الآخر في الوقت المناسب أيتها نورا. فقط عودوا إلى تشين سكريب قبل أن تقتلوا. لن نعود وهذه الخردة هنا. هيا أيها الطاقم لنجمعها. المحجر الذي ذكره ثولث. ومن يبقى الحمد. تخلصي منه. تخلصت من واحد. انظري إنه يسقط. سقط واحد آخر. نهاجم. إنه يسقط. تخلصت من واحد. سأجعلك قطعاً من الخردة. هذا هو. تخلصي منه. سقط واحد آخر. اكتشاف مهم. المحجر آمن. تعالي أيتها الغريبة، علينا التحدث. تعالي يا فتاة لأشكرك. لا أعلم لما أنت هنا، لكننا نقدر ما فعلت. لقد حاولنا انتظار فانغارد، لكن أحد البريسلباك هاجمنا، ومن ثم نشب قتال فجأة. هل الجميع بخير؟ فقدنا أشخاصاً صالحين. كنا لنخسر المحجر من دونك. الوضع الآن آمن. أثناء عمل المحجر ستصاب بالطنين، لكن صفارة تشين سكريب لم تطلق، فعلينا التقاط القطع. علامة عملين وطاقمك. نعمل لصالح أولفند في استخراج الحجارة لتدعيم الضوء القاحل. العمل توقف والبريسلباك فاجأونا. لم نرى هذه الأشياء قط في وادي الرعب. ترى من أين أتت هذه الأشياء اللعينة؟ أنا لا أعرف حتى الآن. علي الذهاب. احترسوا. بفضلك أنت، قد مر اليوم بسلام. قضيت على معظم البريسلباك. الوادي آمن للسفر. سأخبر فواديس الأنباء السارة. ربما تقام السفارة أخيراً.
سأحول الأمر لصالحي. مرحبا بك أيتها. سأذهب سيرا من هنا، لنذهب بفواديس للضوء القاحل. أوه، سأحتاج إلى معلوماتك لاحقا. أنت؟ أعلم أنك تراني. أيها المتكفع العجوز، أهلاً. طريق الضوء القاحل آمن، تحرك. لاست الإيرند من فانغارد. سأتحرك فقط حين يقول القائد. عندما تخلصت من البريسل باك كانت هذه أوامر القائد. إذن هما بخير. متأذون لكن بخير، وهم الآن ينتظرونكم. حسناً، لن أتحرك إلى أي مكان حتى أسمع الصافرة. إن لم يكن آمناً لهم فهو ليس آمناً لي. حسناً، سأتأكد من الصفارة ثم أعود. سمعت ذلك؟ لن نغادر. أفرغ العربة. لا، سأعود في الحال، لا تسترخي. كأن ذلك ممكن هنا. لقد ذكرت بيترا أن أولفاند هو المسؤول هنا. سأتحدث إليه لإطلاق صفرة. أعرف أن الجميع يريد كأساً آخر. نحن في نفس الفريق معاً يا أولفاند. البريسل باك خطر. ما الذي تريده أولفاند؟ ثمناً من نوع ما؟ يا حاكمي العزيز، أتظن يمكن رشوتي؟ لو أردت إطلاق الصافرات، اجعل جنودك يتخلصون من البريسل باك ووقع مرسوم الامتياز. اعترف، هل لديك خيار آخر؟ أهلاً. منقذة، يا له من توقيت جيد. هل تناقشنا في أهمية مملكة الشمس؟ قد نفعل لاحقاً. حسناً، سوف أنتظر. إذن إنها المنقذة، ساحقة ديرفال، قاتلة هيلس. ربما سمعت حكايات عن جمالك وبطولتك سيدتي المحاربة. أولفاند السمسار في خدمتك. إذن ماذا أبعدك عن الحرير والشراب الفاخرين في ميريديان إلى هذه المستوطنة؟ لابد أن قدراتك في الإنقاذ مطلوبة. أتيت لأجل السفارة. السفارة؟ إذن ما السبب؟
سبل لمسائل أهم، معناه أنك سترحلين. بمجرد أن أتولى المشاكل هنا تستدعي انتباهي المنقذ. البريس الباك بالطبع، عليك التخلص منها لو أردت انعقاد تلك السفارة. حسناً، عليك الاهتمام بالأمور، انطلقي. ليس هكذا. أمرت بالتوقف عن العمل؟ أجل فعلت، نحن عمال ولسنا جنوداً. إلى حين إزالة الكارجا لفوضاها ومنحنا صفقة، لن أخاطر بحيوات الأوسيرام. صفقة عادلة؟ تقصد مرسوم الامتيازات؟ ليس مرسومي أنا، نيابة عن كل عمال أوسيرام الشرفاء في هذه الأرض الذين يقومون بكل العمل بينما تحصد الكارجا المنافع. كل ما نطلبه هو القدرة على الاستفادة من الازدهار لأرض يعمل عليها الشعب من أجل الشعب. صحيح، وكم مقدار حصتك؟ مقدار يناسب مساهماتي لهذا المجتمع بالطبع. لو تشين سكريب على أرض كارجا، إذن كارجا هو المسؤول؟ من عينك؟ إنه منطق شعب أوسيرام الطيب بالطبع. أتظنين أن كارجا ستترأس المشروع؟ الحاكم بالكاد سيقطع الرحلة من الضوء القاحل دون فقد عقله. إذن ليس لديك أي سلطة، الناس يتبعونك لأن صوتك عالٍ. من لديه أتباع لديه سلطة. أنا مع تشين سكريب منذ البداية، مقصدي أنني عملياً أسستها، ويعرف شعبها أنه لا غنى عني لنجاحها. تخلصت من البريسل باك. حقاً؟ مع تعافيك من صدمتك لنطلق السفارة. على رسلك، تمهلي. علي إرسال شخص يتأكد من قتل الروبوتات للحرص على أن الوادي آمن. لن يتطلب ذلك أكثر من يوم. لا، ستطلقها الآن. حيوات أوسيرام التي نتحدث عنها، التأجيل بالطبع. ستفعلها أو أفعلها أنا. كنت واثقاً. رفاق، اجتمعوا. ماذا؟ منقذة ميريديان فعلتها مجدداً. ماذا الآن؟ البريسل باك هزموا. أنت؟ ما؟ أطلق الصافرة، تشين سكريب جاهزة للعمل. ممتاز، عظيم، مرحى. ووافق أولفند على دفع أجور العاملين المفقودة من جيبه الخاص. مرحى، هكذا أفضل. مرحى. مرحى. أجل، أليس لديك سفارة لتحضريها؟ أجل، أظن لدي. بعودة تشين سكريب للعمل سيكمل التجار عملهم. سأرى لو لديهم ما يفيد قبل أن أرسل فواديس للضوء القاحل. يفضل معرفة ما أراده حاكم كارجا. سمعت الصفارة، وقت الذهاب. لكن أنا يفترض أن أحظى بثلاثة حراس. سأتجه إلى الضوء القاحل كما قالت إيلوي أوامر القائد. ابقى هنا. هنا عند القمامة؟ لا أظن ذلك. أظن أنك ستأتي معي. نراك هناك يا إيلوي. حسناً، والآن انتهى ذلك. يمكن أن تبدأ السفارة أخيراً. إن تمكنت من العبور، سأتمكن من تتبع سايلنس. حادث، ربما حتى نسخة غايا. أستطيع الاتجاه إلى الضوء القاحل أو إلقاء نظرة على وادي الرعب.
أو لربما أحتسي مع فترة مشروباً. الحكام الماهرين في الكلام لا أكثر. ظننت أن زوجتك أربعة تقريباً. كان بدأ بالمشي بالفعل في آخر زيارة. مرحباً. أستطيع التجول أسرع إن وجدت تشارجر لأتجاوزه. حسناً. لقد سقط. الضوء القاحل، آخر جزء من مملكة الشمس، حالة بوكو كارجا. هذا يعني أن السفارة ستقام. حسناً، لأجد المسؤول هنا، لكن ليس قبل التزود بالمؤن، لأتفقد المكان أيضاً. أرند هناك، ربما يكون غضباً. لا عليك يا بايف، هناك جدار بينك. هل أنت المسؤول هنا؟ معذرة، لا، غالباً هو القائد نوزار. أنا لوان النائب. إذن ماذا يجلب فتاة نورا إلى الضوء القاحل؟ أتيت لأجل السفارة، عليها أن تنعقد لأتجه غرباً، وربما مع وجود فواديس المثابر سنتمكن من بدء الأمور. أجل، كاهن قرص الشمس دخل مع مرافقه وهو يحدث الجلبة. يبدو أنه يحب مخطوطاته، لكن السفارة لا تزال مؤجلة. أشار القائد نوزار إلى جاهزيتنا، لكن مرشالات تيناكث لم تنفخ بقها. حسناً، لا بأس، لأعبر البوابات، لدي أمور معهم. متأكد من ذلك؟ لكن لا يمكنني، هذه أوامر القائد. عادة تكون البوابات مفتوحة لمن يجرؤ على الخروج. نباش أوسرام وقلة جريئة من كارجا، لكن لا دخول ولا خروج قبل انعقاد سفارة. سيتم الفتح بمجرد مغادرة تيناك. أين القائد نوزار هذا؟ إن كان هو من يوصد البوابات فسأقنعه بفتحها. سأخذك إليه، لكن علي تحذيرك، القائد لا يخرق القواعد، خاصة عندما يكون غاضباً. سوف نرى هذا. من هنا ثمة نشاط يجري هنا.
عاثت التيناكس فساداً خلال الغارات الحمراء. عامان من العمل ولا يزال أمامنا الكثير. كاد توقف العمل في تشانسكريب أن يوقفنا، لكن سمعت أن فتاة نورا أعادتهم. كنت أمد يد العون. متأكد أن أولفاند صره ذلك. تنحى أيها الجندي. سيدي. ذاك القائد يجدر بك الاستعداد. بالتوفيق. كيف يظن ملك الشمس أننا سنقيم سلاماً مع هؤلاء البرابرة؟ كيف سنقيم سفارة مع قبيلة تعجز عن حكم شعبها؟ ماذا عساك تتوقع من برابرة؟ إيلوي، صحيح؟ أجل، التي أخلت الوادي من الخطر؟ إيلوي. نقدر خدماتك جداً، ونحن مستعدون لبدء السفارة. ألم تعطوا الإشارة؟ على الطرفين إرسال الإشارة، وحتى ينفخ الهمج بوقهم، ننتظر. أجل، حيث إن أول ما يجب هو... اخرس، لما التأخير؟ إن التيناكث قبيلة مكونة من 3 عشائر، كم راية ترين؟ ستنتظرون؟ اكتشفوا ما الخضب. هذا ليس الشرق الهمجي الذي أتيت منه يا فتاة نورا، بل الغرب المحظور. إن لم تحبيها، عودي إلى ميريديان وقدمي شكوى. ميريديان التي أنقذتها؟ صحيح، لا أحد يعبر البوابة حتى وصول العشيرة 3 ونفخ بوق تيناكث، ولا حتى منقذة ميريديان. شكراً، انتظرت كثيراً، وقت الذهاب. قطعاً لا، السفارة تعتمد على الالتزام التام ب... هذا لن يحدث. فلتقنع نفسك. أحدهم قادم، يمتطر بوت. فارل. البوابات رجاءً. لا تدعوها تعبر البوابة، هذا أمر مباشر. آسف، لا أستطيع. سيدي، إنها المنقذة. لا أبه، وإن كانت الملكة الأم، ستظل البوابة مصدة حتى نفخ البوق. أطلب بلطف. لا أعرف ما العمل. سهل الأمر على نفسك. هاي فار. أهلاً إيرند. كيف الحال؟ كالمعتاد يعترض الناس طريق إيلوي. لن بوابات. طفح الكيل، اعتقلوها. أود رؤيتك تحاول. دعم ناري مستعدون. أنت نوزر أيها الوغد الغبي، أتظن أن لديك سلطة لغلق هذه الأبواب في وجه منقذة ميريديان؟ ماذا سيفعل ملك الشمس أفاد حينما يسمع بما فعلت؟ سيرقيك؟ ها؟ دعوها تعبر لإنقاذ العالم. نسيت شيئا في ميريديان؟ اسمع يا فارل. لا يهم، وصلت في الموعد. القبيلة التي ذكرها مراد تيناكث، نحتاج موافقتها للذهاب غرباً. أجل، اعتقدت الأمر لطيفاً لولا محاولات قتلي. لكن السفارة لم تبدأ، هل سندخل عنوة؟ كفى سياسة وتأخيرات. حسناً، لديك دعم على الأقل. أظن ذلك، سنتابع الأمر.
ذاك هو الخط بين الشرق والغرب، عبريه وستموتين. تمهل الآن ولنهدأ. ممنوع دخول الوادي لحين إطلاق إشارتنا الصوتية، ذلك هو اتفاقنا مع الكارجا. لست كارجا، جئت بمفردي أطلب حق العبور. لكنها فتحت البوابة لك، ما سبب هذه المخالفة إذن؟ لما يرسلون طفلة؟ هل يريدون التفاوض أم لا؟ الكارجا لا يوثق بها، هذا معروف. انسوا الكارجا، فلا علاقة لهذا بها. سأذهب غرباً لإنقاذ الأرواح وربما أرواحكم. الحياة التي بوسعك إنقاذها هي حياتك، وذلك بالتراجع الآن. مهلاً، تقول حقيقة واحدة، ليست كارجا، إنها نورا من الشرق المتوحش. إن كانت ستنقذ الحيوات فلما لا نستمع؟ لأحدثها، معروف أخير لزميلكم قبل أخذه بعيداً. الصهباء الجسورة نورا، لابد أنك منقذة ميريديان. فقط إيلوي. أنا فشاف العنيد، آخر من تبقى من جيش شمس الغروب. عليك مسامحة زملائي، التوتر عال، عليك الحذر من هذه السفارة. سيعيدونني إلى مملكة الشمس، بادرة قد تهدئ شكاوى مؤلمة. وها أنت أتيت غير معروفة. أنا لا أريد المتاعب، أحتاج الذهاب غربا. إن كان رأيك فقد أساعدك، لكنني أريد بعض الضمانات كي لا أندم على هذا. لم أرى علامات مثلها من قبل على كارجا. يرى الكارجا الوشم كزينة، أما التيناكس فالأمر أكبر، إنها سلسلة من الأعداء المنهزمين. يبدو أنك هزمت الكثيرين. لدي حصة من المعارك، لكن حياتي مثل علاماتي في منتصفها. هذا جانب معاركي، قبل موتي أريد رؤية الجانب الآخر مزيناً بالسلام. سعيد بالعودة لميريديان؟ أنا لن أمانع النوم على سرير من الريش أو احتساء شراب العنب الفاخر، لكن لدي هدفاً آخر. كشخص يعرف تيناكس وكارجا، فأنا في موضع فريد للدفاع عن كليهما. إن قبل ملك الشمس آفاد الفكرة فأطمح إلى ترسيخ السلام. لا تبدو تيناكس مسالمة. القاعدة ليس كذلك، لكن هذه أوقات صعبة. يعرف هيكارو أن النجاة تلزم التغيير، وإن كان التغيير هو تنحية حرب قائمة. سألتني لما أريد حق العبور. سأخبرك، لن تحب إجابتي. قبل 6 أشهر كاد العالم ينتهي في ميريديان، وذلك التهديد مستمر. الوضع يسوء للغاية، عواصف عاتية وتسمم المياه وغضب الروبوتات. مصدر هذا ذهب إلى الغرب، وأنا وحدي من تستطيع إيقافه. رأيت العلامات وسمعت قصصاً عما يحدث في ميريديان. جيش الشياطين هزمتهم بطلة صهباء، لذا أصدقك. وطأة مهمتك على جبهتك أوضح من أي علامة لدي. سأمنحك هذا كدليل على حقك في الدخول إلى تيناكس. مهمة مهمة، وأنتما فقط. صدقوا شخصاً دبلوماسياً، الحلفاء مهمون. هيكارو أفضل من يعرف الغرب، ربما يساعدكم. يروع الآخرين لكن لا تتأثروا، يحفظ العهد.
ربما إن احتجته. اختيارك، ستجدينه في قصره خلف الجبال جنوبا. أخبريه أني أرسلتك وسيستمع لي. انظر راية عشيرة السماء. أيها المرشلات، لم يكن الأمر سهلا، لكن عشيرة السماء معي. والقائد؟ لا، أقنعت القليل فقط. لا يعرف بعد أننا قد غادرنا. لدينا رايات من العشائر الثلاث، لو رايات عشيرة السماء أقل فلا يهم. إنه محق، أطلق البوق. ماذا يجري؟ ليس كل التيناكث يرحبون بالتفاوض مع كارجا، لكن ما حدث كاف للتفاوض. إذن سأذهب. لا، لن يسمح الباقون. أردت المرور وسيحدث بعد السفارة. فتح الكارج البوابات. كما أشرقت الشمس على أرض تحارب، فيمكنها أيضاً أن تغرب والأرض في سلام. اليوم كما أنتم يا مرشلات تدعون انتماءكم إلى تيناك. رجالة، أكبر أخطاء الزعيم هيكارو، وخصم كان لابد أن يقتله. لقد نسيتم أن شعبنا ولد وسط دماء كارجا، ولكنكم قدمتم ولاءكم إلى الزعيم الذي يتواطأ مع العدو. هيكارو قد خاننا، والسفارة دليل، وأنتم أيها المرشلات شركاؤه، لذلك أحكم عليكم بالموت. تحتاجين لتهديدات حقيقية أكثر لإرهابنا. حاملي الرماح، اصطفوا. يركبون روبوتات. أين يتعلمون ذلك؟ سايلنس. فشاف، تعال معنا وإلا منعت. يا رماه، فلتحرقوهم. اختبئوا. لا! يا رماه، أبعدوهم. الجبهة اليسرى إلى الكارجا، اطرحوهم أرضا. لن ينجو. افتحوا البوابات، افتحوا البوابات، افتحوا البوابات.
أرجع حافظوا على أماكنكم. أطلقوا النار. الإطلاق صعب. ماذا حدث؟ أترين؟ نحن الآن فقط. أنت تعالي وحاربي بإنصاف. حامل الرماح إلى المنتصف. استعدوا. اختبئوا، الرماة على الهضبة. لقد أتوا. أنا وقت القتال. من أجل الأمن على الراكب. خذي هذه الذخيرة. اقتلوها كلها. لن يثبت. أنا وأنت يا فارد. نجونا من الأسوأ. أنتما أيها الغريبان، سأسلخكما. امنحيني شرف هذا التحدي أيتها الزعيمة. لك ذلك. Ugh!
أنت التالية يا فتاة. لم أرى درعا كهذه، علي مسحها. انتهى. سأخترق درعه إذا دمرته بما يكفي. سأخترق الدرع. حسنا، أفضل. هناك، حانت فرصتي. استسلم. انزلي هنا وواجهيني. لا، كان قتالا مشرفا، ستنجين بحياتك اليوم. أيها الرفاق، تذكروا اليوم. اليوم أهلكتم المرشلات وذبحتم كارجا، ومن هنا تبدأ حربنا مع هيكارو. تحركوا. أوصلوا المعسكر حالا. هل ستنجو؟ ستذهبين من دوني، صحيح؟ أنا عالق مع إيرند حالياً. هيا، سأعيدك إلى الحصن. أمسكتك. وقت النبش يا أولاد. لا أظن بإمكانه الضرب، لكن لأستخدمه للانزلاق. إيلوي، نحاول ترتيب هذه الفوضى. يبدو أن تيناكث لديهم حرب أهلية. يبدو هذا صحيحاً. لم يتوقع المرشالات هجوم ريغالا. وقتل وابد كارجا بأكمله. نوزار، فواديس، وفشاف كانت مذبحة. ماذا ستفعلين؟ علي الذهاب إلى الغرب، وآمل ألا يزال حق العبور سارياً. من أجل ما أريد سأعبر كل أرض تيناكث إن اضطررت. إن الطريق طويل أمامك. هذه عتبة الأرض المحظور. أرض تيناكث بعيدة فوق الجبال التي تحد أغنية السهم، موطن قبيلة أوتارو. هذه ليست أرض تيناكث؟ كل ذلك، إنها الأرض المحايدة. كان يجب أن تكون أرضاً محايدة، لكن ريغالا أهملت ذلك كما يبدو. المتمردون أتوا من الشمال على هذه الروبوتات التي يركبونها، أي أنهم عسكروا في هذا الاتجاه. كانوا يركبون بريسلباك، وهناك بريسلباك في وادي الرعب. المتمردون حرروها إلى وادي الرعب؟
وكيف ذلك؟ لا أعرف، لكن يستحق التحري. وأنت بعيدة، البعض من كارجا وأوسيرام خرجوا قبل أن تغلق السفارة. تفقدي أمرهم واطمئني عليها. سأتولى أمرهم. هل طويل العنق بالجوار؟ طويل العنق؟ يوجد واحد هناك قرب أوتارو، لكن لماذا؟ إن الشرح صعب، ستعلمني حالة الأرض. أتودين معرفة شيء قبل مغادرتك؟ علي الذهاب الآن. حظا موفقا، ستظل البوابات مفتوحة لك إن أردت العودة. اطمئني على أصدقائك، سنعالجهم. شكرا. فلتحمك الشمس يا إيلوي، عسى أن تجدي ما تريدين. إذن الغرب المحظور، وجهة جديدة للاستكشاف.